النزاع في المنطقة، والتي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها. كما تبادلنا وجهات النظر حول سبل فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. وفي هذا الصدد ننوه إلى الوضع المأساوي الذي نراه في غزة، في ذلك بما في ذلك النقص في المواد الأساسية وانقطاع الكهرباء بسبب القصف الذي يشنع القطاع. وندرك جميعا أننا أمام واقع صعب ومرحلة تستوجب تضافر الجهود والمساعي، لذا نشدد على ضرورة تعزيز جهودنا مع الحلفاء والشركاء وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تهدئة الأوضاع وتجنيب المدنيين تبعات هذه المواجهات. نحن على يقين بأن السبيل الوحيد للتوصل لحل سلمي وفوري لهذه الأزمة هو إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً مستمراً ومكثفاً، ونثمن الجهود الإقليمية والدولية والأممية التي من شأنها خفض التصعيد. تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً بأهمية الوساطة والحوار، وتعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من سياستنا الخارجية. ولطالما سعت دولة قطر إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف في مختلف ساحات الصراع، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة قطر الدولية كشريك موثوق في صناعة السلام. وينبغي لنا أن نشدد هنا بأن التزام دولة قطر بدورها كشريك في صناعة السلام ووسيط في فض النزاعات لا يجب أن يتم استغلاله للإساءة لسمعة بلادي عبر كيل الاتهامات، والتي أثبتت التجارب السابقة زيفها وسوء نية المتاجرين بها. كما نشدد بأن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائما مرافقا لغياب السلام في هذه المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط باتجاه تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية، والتي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يحصل الأشقاء الفلسطينيين على حقوقهم بشكل نهائي. نتطلع للمواصلة للعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وجهودنا الرامية لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله. Good evening. أسعد مساء. اسمحوا لي أن أبدأ بالتعبير عن امتناني لسمو الأمير ونقاشاتنا البناءة دائما. قطر لطالما كانت شريكا مقربا للولايات المتحدة حول مسائل عديدة وضرورية وهامة لبلادنا وللمنطقة. نحن نعمل معا على إجلاء الأمريكيين والأفغان وغيرهم من أفغانستان، والتعاون المقرب باستجابة للطوارئ الإنسانية مثل الزلزال الكارثي في تركيا وسوريا. نلتقي اليوم في أوقات صعبة ولها عواقب كبيرة على المنطقة بسبب هجمات حماس الشنيعة التي قتلت أكثر من 1300 إسرائيل، ما لا يقل عن 27 مواطن أمريكي وأشخاص آخرين من جنسيات حوالي 30 دولة. الولايات المتحدة وقطر تشارك الهدف في منع هذا من الانتشار، وناقشنا بالتفاصيل جهودنا لمنع أي عمل سواء من دولة أو غير دولة لخلق جبهة جديدة في هذا النزاع. كما نعمل بشكل مكثف لتأمين إطلاق سراح الرهائن من ضمنهم الأمريكيين المعتقلين من قبل حماس في غزة، ونشكر كل عمل قطر في هذا الخصوص. التقيت يوم أمس مع عائلات بعض الذين احتاجتهم أخذتهم حماس رهائن، وغضبهم كبير. هم يائسون لاستعادة حبائهم إلى منازلهم، ونحن نعمل بشكل عاجل على تحقيق ذلك. نعمل ذلك مع قطر وحلفائنا وشركائنا عبر المنطقة.
وبينما تستمر إسرائيل بالرد على هجمات حماس الكارثية، الولايات المتحدة ستضمن توفيرها بما هو ضروري دفاع عن نفسها. الوزير أوستن في إسرائيل اليوم يعمل ذلك، ويعمل عن قرب مع الإسرائيليين لضمان تزويدهم بما يحتاجون إليه، وستتمكن من فعل ذلك بشكل مستمر. وفي نفس الوقت نحن على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين والعديد من المنظمات الدولية، المنظمات الإنسانية من ضمنها وكالة الأممية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة يوم أمس في تل أبيب. إسرائيل لها الحق بل الالتزام بالدفاع عن شعبها ولضمان عدم تمكن حماس أبدا من تكرار ما فعلت. نحن نستمر بمناقشة مع إسرائيل أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم إيذاء المدنيين، وندرك بأن العديد من عائلات الفلسطينية في غزة يعانون وليس من دون أي ذنب، والكثير منهم خسروا حياتهم، ونحن نحزن على خسارة أي حياة الإسرائيلي أو الفلسطيني، اليهودي أو المسيحي أو المسلم. هناك كل مدني من كل ديانة وعقيدة، ولكن دعونا لا ننسى سبب حصول كل ذلك. إسرائيل تشن العمليات في غزة بسبب أو لأن غزة شنت عمليات رهابية تسببت بقتل شنيع ل 1300 شخص إرهابي، وحماس ذبحوا واغتصبوا وشوهوا وعذبوا وحرقوا المدنيين الأبرياء من الأطفال إلى المتقدمين في السن، الرجال والنساء، الفتيان والفتيات. الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة معقدة لأن حماس تستمر باستخدام المدنيين كدروع بشرية وتحجب الطرق في وجه الفلسطينيين منعهم من الانتقال إلى جنوب غزة بعيدا عن وجه الأذى. نحن نعرف أن الوضع الإنساني طارئ ومنخرطون بشكل فعال مع شركاء من ضمنهم قطر لإيصال المساعدات لكل من هو بحاجة إليها. سموك أشكرك مرة أخرى على نقاشات اليوم البناء وعلى كل العمل الذي تقوم به بلدينا معا. شكرا. نفتح الآن المجال للأسئلة. السؤال الأول موجه من التلفزيون العربي. حسمتك للتلفزيون العربي. السؤال الأول موجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. تتداول وسائل الإعلام كثيرة في واقع الأمر أنه تم الاتفاق على تجميد 6 مليارات دولار من أصول إيران هنا في قطر. ما دقة هذه المعلومات؟ السؤال الثاني. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية القطري وأيضا الأمريكي أنتوني بلينكين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.